كاين واحد حاجه سميتها انك كدير النقد النقد لا يعني سميتها التحليل ولكن بدون على اننا تكون واحد الحمله من المنهجه لدرجه بدون كتبوا ديالك تشوش علينا مثال مثلا راديو باص انا نبداو معاه يا غادي تقادلو معنا يا تا حنا نعرفو اش غنديرو وانا سميتهم بالاسم ولا اللي عارف اش غندير اذا اليوم انا كنجي من هنا من الندوه الصحفيه العهد الصادق داكشي اللي كان قبل راه مابقاش الاحترام ثم الاحترام ثم الاحترام دابا 98 مع 12 دابا 93 مع 6 حنا ماشي اونتيبيوتيك دو بارتي تاع مصلحه السير ولكن الله يخليكم احترام خص يكون للنادي الرجاء الرياضي والناس ديالو حنا الناس هادو غير خدامين مكتب ولكن حنا غنقابلو هادشي وما تخلوناش نقابلو هادشي خلونا نقابلو الفرقه خلونا نبقى نقابلو النادي خلونا نقابلو واحد النادي اللي هو عنده مرجعيه تاريخيه ونادي الالقاب اذا الكره الوطنيه اليوم بغيتوها تكون مزيانه خاص الرجاء الوداد الجيش يكونوا مزيانين بالاضافه لانديه اخرى سمحوا لي اودي ستاديو لعبات لاعب واحد الرجاء شيء يعني حنا كرجاويين يعني ما يعجبناش الحال بالتالي اليوم خصنا نخدموا ونشتغلوا على هذه المسائل وهذه المساله ديال ديماش خصنا نخدموا عليها ولكن هذا تعاونكم انتوما انا قلت لكم حنا نظريه المؤامره ما بغيناش نخدموا فيها النظرية على أننا الفشل ديالنا نعطيو للناس أخرين فهو غيجيو ولكن سمح لي نجيب صحاب بلاطو يبقى ناركو يوم كيصدق في الراجا وفي كذا فات شي غير معقول أنا كنهضر على راديو مارس مكنهضرش على شي حاجة أخرى هذا هو الوحيد اللي عندي معاه دابا الحساب من بعد أخرين حنا العكس عندنا حتى شي مشكل أنا هضرت على هاد الناس لأنهم من دابا بداو عندنا حكم مسبق انا بعدا ماشي غادي يعود الوقت غادي يدير عليا واحد الجهد كان خصني نعطيه للراجل وانا ما باغيش هادشي كنتمنى على ان السي الخليفي والسي اللي باكو يداركوا هذا الوضع بعد 27 لان مورا 27 غادي يدير كلام اخر